السلام عليكم ورحمة الله. صحيح أن الكثرة تغلب الشجاعة، لكنها أبدا لا تغلب أهل الإيمان. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما ظهر طالوت والذين آمنوا معه بجالوت وجنوده العماليق ورأوا الخطر رأي العين، فزعوا إلى الله بالدعاء والضراعة قائلين: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ودعونا نغوص ونتأمل في ذاك الدعاء العظيم في كل كلمة وفي كل حرف. لماذا عند الدعاء نقول يا رب وليس يا الله؟ لأن معنى كلمة رب السيد والمالك والمصلح والخالق والمدبر والرازق والنافع والضار والمحيي والمميت. بيدك أنت وحدك النفع والضر، النصر والهزيمة، الحياة والموت. أفرغ وأنزل وصب علينا صبرا كثيرا، وأنزل على قلوبنا صبرا عظيما يملأنا ثقة بالنصر. فالصبر هو ركن القتال الأعلى وعدته الأولى، وبه تهدأ النفوس وتسكن القلوب. وثبت أقدامنا واجعلها راسخة في قتال العدو، لا تفر ولا تتزلزل. فثبات الأقدام هو عنوان القوة، وبه يكون تمام النصر. وانصرنا بعونك وتأييدك على القوم الكافرين الجاحدين. يا له من دعاء عظيم يصلح لكل الصعاب والمحن في حياتنا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا قوم الكافرين. ودعونا نتأمل في بعض فوائد الآية الكريمة. المؤمن لا يستغني عن ربه طرفة عين. الصبر مفتاح الفرج، وتمام النصر يكون بثبات الأقدام. وأخيرا كلمة لكل مكروب جارت عليه الدنيا، توجه بنظرك إلى السماء وقل: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. جزاكم الله خيرا.